شنو الرساله من خلال هذه الوقفه هذه؟ والرساله راه هي مجموعه من رسائل في الحقيقه اللي تنطقات الان في البيان ديال الفيدراليه. ما يهمنا ليس هو مساله الولوج عبر باب المحكمه، ما يهمنا هو تفعيل مقتضيات المادة 3 من المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، ولا سيما الفقرة الأخيرة منه التي تقول أن المرافق الحيوية لا يمكن أن يمنع منها المواطنة والمواطنين. المحاكم هي مرافق حيوية، وبالتالي الاعتداء على هذه المادة هو اعتداء على القانون، واعتداء كذلك على الدستور، لأن كنعرفوا الحق في التقاضي والأمن القضائي والحق الولوج للعدالة هو من الحقوق الدستورية التي لا يمكن أن يعني نوازيها أو نوازنها مع الحق في الصحة. أكيد أن الحق في الصحة من أولى الأولويات، ونحن لسنا ضد التلقيح وإنما ضد التعسف على القانون وضد وضع يعني تعطيل الحرية بهذه الطريقة. تقول عندك حرية في التلقيح ثم لا حرية لك في التحرك دون جواز التلقيح. هذه السكيزوفرينيا في التعاطي مع مقتضيات يعني أو إجراءات ديال الطوارئ الصحية هو أمر مرفوض جدا، وأن على الحكومة أن تقوم بمهامها وأن تعمل على تنفيذ برنامجها الحكومي وأن توفر العيش الكريم وتحقيق النموذج التنموي والصحة والشغل والتعليم، كل الحقوق مهمة للمواطنات والمواطنين. اليوم نشعر بأن هناك مزايدة بالحق في الصحة، وهذا كنقول بأنه ربما وسيلة من الوسائل الاختباء وراء الإجراءات الصحية لعدم القيام بالواجبات التي من المفروض دستوريا وأخلاقيا أن تقوم بها السلطة التنفيذية، بدل قمع المواطنات والمواطنين من اللجوء إلى القضاء ووضع الجواز كوسيلة من الوسائل الولوج للعدالة. هذا لم يكن عبر التاريخ ولن نقبله، وليست هناك دولة منعت المحاميات أو المحامون من الولوج إلى المحاكم.